عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة دي وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أرحب بيك في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. أحبائي، امتياز أن نكون معا في هذه الرحلة، امتياز أننا نسمع كل مرة بعد جديد وكلمات جديدة أعمق بتاخدنا في رحلة اكتشاف الحق، اللي كل مرة بنكتشف مع الحق في تطبيق عملي. ربنا ما بيقولش كلام لمجرد يملى مخنا، كلام ربنا مرتبط دايما بحياتنا. المسيح قال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وحياة هو كلام روحي، هو عالم الروح، هو ملكوت الله، هو الكلام المطلق، هو الحق المطلق، وهو حياة. تطبيق. وإحنا بنتكلم في رحلة شفاء النفس بنشوف ده بوضوح شديد، بنتكلم عن كل حاجة لها تطبيق عملي. اللي حصل في حياتي ده حقيقي، عمل إيه؟ عورني كده، بهدلني كده، وصلني لكده، الرسالة دي كدابة عشان كده، بص الدواء بيعمل إيه، بص بيريح إزاي، بص لما بسمع أني محبوب بيحصل جوايا إيه، بص لما بصدق أني محبوب بيحصل إيه. على طول على طول أنت تحط الدواء بتلاقي على طول تأثيره. أغفر، أول ما تغفر تلاقي في حاجة جواك حصلت على طول، لأن الكلام الذي أكلمكم به مش فلسفة، مش ناس قاعدة بتعمل أبحاث وتكتب مجلدات وتنشر، لا لا لا، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. وصلنا في رحلتنا في الجزء ده وتقولنا ده جزء خاص جدا، شفاء النفس يختلف في طبيعته في تكوينه عن كل الفصول الأخرى اللي عشناها مع بعض في مدرسة المسيح. الحلقات دي بتزاع يوميا لأنك لازم الحاجات دي تركب في بعض والأمور دي تلزق في بعض. وإذا قدرت عزيزي المشاهد أنك تشوف الحلقات دي في أقصر وقت، أنك تداونلود أو أنك تاخد السيديهات دي بأي طريقة وتشوفها في ظرف 3-4 أيام. إحنا هنا بنسجل الحلقات دي في 4 أيام فقط، لأنه ما أقدرش أسيب إخواتي دول بطنهم مفتوح ونلتقي بعد أسابيع. عشان كده أرجوك أن كل اللي بتسمعه خد خطوة فيه. مش هينفع تروح وتاخد قرار، مش هينفع تسمع الكلام ده وبعد سنة تشوف هتعمل فيه ايه، مش هيعيش معاك. وبالعكس الجروح اللي طلعت والألام اللي طلعت ولم تشفى هتزيدك ألما، وهتاخدك في المرجيحة أبعد عما كنت عايشه من قبل. والعكس صحيح، لما بتستقبل شفاء بتستريح، لما بتاخد اللي ربنا عايزك تاخده بتختبر روعة وجمال أن تتصالح مع نفسك ومع الله ومع الآخرين. تكلمنا عن النبوة الكاذبة وعلاجها هي الإعلان والإيمان. نجد وننال، الإعلان بجد وبالإيمان بعمل إيه؟ بنال. وتكلمنا عن الغفران وقلنا ده علاج الأنبياء الثلاثة، الآخرين وأنا والأحداث الأليمة. تكلمنا ابتدينا بأنا لأن دي النقطة الأولانية، كما غفر لي المسيح أغفر لنفسي، فسامح نفسي على كل العمايل السوداء اللي عملتها في روحي ولا أعود أذكرها، مفكرش نفسي بيها تاني، وما أقولش روحي عملت كده ليه تاني، لأنه يمحوها. مع الآخرين نفس الفكرة، بجيب الآخرين دول وبكتشف أغفر لهم ليه لخيري، أغفر لهم إزاي كما غفر لي المسيح. أعرف منين إن أنا غفرت
اني قادر ابارك واحسن واصلي للذين يسيئون. ودي السلايد الاخير اللي احنا سبناه في الحلقه الماضيه. اقول لكم احبوا باركوا احسنوا صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. وده الشاهد اللي قلناه. طب العداله، لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، اعطوا مكانا للغضب. يعني ايه الغضب؟ يعني غضبوا بس؟ لا، الغضب هنا غضب الله. الغضب هنا اعطوا سيب ربنا يقضي، سيبه. لان على طول بعدها بيقول ايه؟ لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي يقول الرب. فانت ان جاء عدوك اطعمه، انت ان عطش فاسقيه، لانك بالطريقه دي بتساعده هو ايه؟ يتوب ويرجع. لانك ان فعلت هذا تجمع جمره نار فوق راسه. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالايه؟ بالخير. بصوا الكلام، لما نحط بقى ده في ضوء كل اللي احنا عمالين نسمعه نقول صح 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 صح. مظبوط مظبوط. اختم بحاجه اخيره في الجزء ده عشان اديك فرصه الاسئله. وقفنا عندها اخر حاجه خدناها في الحلقه اللي فاتت. واحده من الحاجات اللي بتساعدني اني اغفر للناس، واحده من الحاجات اللي بتساعدني بتزقيني كده يلا يا واد اغفر يلا اغفر، مش بس اقتناعي ان ده لخيري، مش بس فكره انه لازم ارسى، انا عايز اني عتبه، انا مش عايز ابقى قاضي، انا فيكتم، انا ضحيه، مش عايز اقيم نفسي قاضي. لكن واحده من اكثر الحاجات اللي بتساعدني اني اغفر اني اتفرج على المسيح. المسيح دور على العذر للناس، دور على الايه؟ العذر. واحنا في موضوع شفاء النفس طول الوقت بنلاقي العذر، مش كده؟ ابوك عمل فيك كده ليه؟ عشان يتعامل فيك كده. الشخص اللي اعتدى عليه جنسيا ليه؟ عشان هو اعتدي عليه جنسيا وهو صغير. القائد ده ليه عمل فيك كده؟ ليه رفضك وليه فعصك وليه عمل كده 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 كده؟ هو اكيد اتعمل فيه كده واكتر. اللي اتعمل فيا بعمله الا لو شفيت. سهله قوي الحكايه دي. اللي اتعمل فيا هعمله الا لو شفيت. وده اللي ابتدينا بيه. خلي بالك خلي بالك، انت هتقول لا يمكن اعمل كده، اذا ما خفتش من الوجع هتعمل كده، اذا ما شفيش جرحك هتجرح الناس بقصد ام بغير قصد. فدي سهله قوي. دور على العذر للذين يسيئون إليك. دور على العذر. أحكي قصة ابتديت نصها وما خلصتش آخرها. فاكرين الفتاة اللي أمها كانت شويش واللي احنا قلنا ديت، وقالت لي ظلم، وقلت لها من فضلك ده ظلم إنك ما تغفر لهاش. ما كملتش القصة صح؟ صح؟ حد عارف بقية القصة؟ الحمد لله. أحكي بقية القصة. طبعا هي عملت زي حضراتكم كده برضو، وخد ودي وناخد وندي، وقعدنا نقول ومش عارف ايه وحاجات زي كده. وبعدين قابلناها بعدها وشها مشرق مختلفة ومقبلة على الحياة ومستعدة ترتبط وما بقتش خايفة من الجواز. في ايه؟ في ايه؟ حصل ايه؟ فقالت عارفة عارفين، روحت وقعدت اصلي وبعدين قلت لروحي ماما بتحبني، ماما عملت اللي عملته معايا ديت لان فاكره ان ده خيري، انا بنت في مجتمع شرقي. وده فكره ناس كتير قوي، زي فكره الختان، اختنها عشان تطلع مؤدبه. اتعمل فيها كده، اتعلمت كده، بتعمل كده، فاكرة ان ده خيري. وقالت لنا عبارة مش هنساها، انا عذرتها، انا عذرتها. وده ساعدني اني اغفر لها. الانسانة ديت يعني مرت بوقت كانت مش قادرة تتجوز، ويتقدم حد كويس قوي ومش قادرة. بعدها ارتبطت واتجوزت وخلفت وعاشت حياة سعيدة.
خلي بالك غفرانك للآخرين بيعمل إيه؟ بيقطع الحبل اللي ماسكك بالماضي، صح؟ لما بغفرش للأنبياء ببقى النبوة الكاذبة أنا قادر أكذبها وشايف محبة الله ليا، بس في حبل ربطني بالماضي اللي هم الأنبياء. لما بغفر لهم، لما بغفر لهم كأني بقطع الحاجة اللي مسكاني عشان أنطلق إلى نوال الشفاء من ربنا، إلى الاستمتاع بغفران الله ليا، إلى المصالحة مع نفسي، إلى تجرع المرارة والبغضة والكراهية والسخط من قلبي، فأجد للحياة حلاوة وطعم. أنا واضح؟ أنا واضح؟ جبنا منين البحث عن عذر ديت؟ من المسيح هو على الصليب. تخيل هو على الصليب تحت الألم. بصوا الغفران بتاعه كان فين؟ بصوا الغفران كان فين؟ فاكرين الدايرة اللي احنا قلناها دي؟ بصوا الغفران بتاعه فين؟ مجروح ومتألم، غفر هناك. اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أنا أتصور أن الكلمة دي سمعناها في اللحظة دي، لكن أتصور أنه طول ما هو بينضرب كان بيقولها، وده اللي خلاه طول السكة مش غضبان، مش مر النفس. والنساء عمالة تبكي، فاكرين وهو ماشي وعمالين يعيطوا عليه، وبعدين قال لهم لا تبكين علي لكن ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. أنت مش غضبان؟ انت مش حانق؟ انت مش مر النفس؟ لان الغفران بدري. الظلم موجود، منتهى الظلم، صح؟ منتهى الظلم. محاكمه، يا نهار ابيض، محاكمه مش عارف نسميها ايه، يعني مسخره. ال- 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 القاضي يقول لست ارى شيئا يستحق الموت. يعني عمل ايه؟ قتل؟ لا. سرق؟ لا. كذب؟ لا. أمال إيه الجريمة؟ أقام موتى وشفى مرضى وطهر برص وأطعم الجوع الجموع ومسح الدموع، فليموت هذا الإنسان. شوف المحكمة العادلة، يعني مش ظلم، منتهى الظلم، منتهى أخير أخره. هو مش غاضب، لا يعلمون ماذا يفعلون، أنا لأجل هذه الساعة أتيت. هم مش فاهمين بيعملوا إيه. أنا فاهم، هما مش فاهمين. تقدر تقول نفس الحكاية، أبويا مش فاهم، أمي مش فاهمة، القائد ده مش فاهم، الناس دي مش فاهمة بتعمل إيه. هو مش فاهم، مش فاهم. بالذات إن حضرتك دلوقتي إيه؟ فاهم، وفاهم إن هو مش فاهم. طيب الكلام اللي انت بتقوله ده حلو بجد. ده كويس، الحمد لله، اشكرك. بس معنى كلامك ده ان انا لازم اكون كده ملطشه قدام الناس. بمعنى حد غلط فيا، طيب ربنا يسامحك. حد غلط فيا تاني، طيب ربنا يباركك. بس بعد كده الانسان ده طاقه، يعني الطاقه بتاعته لو خلصت خلاص، يعني 7 مرات حتى لو 10 مرات. طاقه كام؟ قول لي كام اخرك، كام؟ ما اعرفش، بس احيانا كتير بحس خلاص يعني كفايه كده. ما انا بسالك بس، اخرك كام؟ عدهم لي. ما ده اللي قاله بطرس. لو أنا بغفر بغفران المسيح لي أخلك كام؟ لو أنا بغفر بغفراني أنا أخرك ولا واحدة، ولا واحدة. لو أخرك غفران المسيح أخرك كام؟ السؤال بتاعك مش كده، مش الموضوع إيه، مش الموضوع طاقة. لأن لو أنا هغفر بقدرتي ما عنديش ولا مرة، يمكن مرة ومش هتبقى غفران، حابه اشيلها له في جيبي، صح؟ والتاني مره هقول له بقول لك ايه، ايه اللي ايه هتدفع اللي فات واللي جاي، صح كده؟ فاسمها فوت، ما اسمهاش ايه، ما اسمهاش غفرت. لو انا بغفر بغفران المسيح ليا هتبقى العمليه 70 مره 7 مرات، صح كده؟ طيب السؤال بتاعك
اللي انا فاهمه هبقى انا كده ايه ملطشه، صح كده؟ ده السؤال. في حد تاني عنده السؤال ده بالمره بدل ما نلف عليه؟ الناس هتتمادى يعني هبقى ملطشه. ليه ملطش؟ صح كده، فانت مأيده يعني انت في الحزب بتاع الملطش، انت قسم الملطش. مرة يلا بقى. فكذا واحد عندنا الفكرة دي دايما، المسيح اللي عاش الغفران وعلم الغفران ملطشة؟ الغفران ضعف ولا قوة؟ ضعف لو انا ما اقدرش ايه انتقم، ضعف فبيضربني لان انا ما عملتش حاجة غير ان انضرب، صح؟ يعني انا بتاع صغير كده واحد كبير راح ضربني، بنتفرج على المنظر ده، واد بلطجي كده وبعدين عيل صغير يروح ضربه، كويس؟ فالعيل الصغير بقى عايز يعمل جدع فيروح بيه مديله فالدوق يروح عجنه، صح كده؟ فالصغير ده عشان يعني ما ياخدهمش للاخر يقول ربنا يسامحك روح يا راجل ربنا يسامحك، صح؟ فيتكسب. فبالعكس الغفران هينجيه، بس ده مش غفران، ده ضعف، مظبوط؟ هو كان وده يضربه، مظبوط؟ لكن لو انا قوي، قوي، لو انا الكبير والصغير ده ضربني بقى مسكت كده قلت له ايه ربنا يسامحك يا حبيبي، هيضربني تاني؟ هيضربني تاني؟ هيتكسف لان اقدر اعجنه، كويس؟ دي المشكله. وانا متصالح مع نفسي وانا متصالح مع ربنا وانا عارف انا ابن مين ومين اللي معايا ومين ظهري، ها اللي بنقوله ده اللي عمالين نقوله دوت، انا ببقى قوي، انا ببقى ايه قوي، مش قوي في عضلاتي، قوي في شخصيتي. انا اعلم من اين اتيت، المسيح قال والى اين انا اذهب، مظبوط؟ انا شخصيه مؤثره في المجتمع، انا شخصيه محترمه، المسيح الدنيا اتقلبت بسببه، صح؟ الدنيا اتقلبت بسببه. الشخص اللي عايش مع ربنا بصحيح شخصيه في كل مكان بيوجد فيها شخصيه مؤثره، اتكلم او ما تكلمش، اتكلم او ما تكلمش. قصه كده عشان برضو تعبر عن الفكره ديت، خادم من الخدام راح له شاب كده وقال له عايز اسالك سؤال، قال له اتفضل، قال له يعني ما تزعلش مني بس هسالك سؤال ارجوك جاوبني صراحه وقول لي قول لي، قال له اتفضل، قال له قول لي سر قوتك. فالخادم ده بص له قال له انا يا ابني وانا شمشون ايه سر قوتك ديت، انا حالق شعري وبتاع، ايه سر قوتك ده؟ قال له لا حضرتك في قوه. قال له قوه ايه؟ قال له انت في الحته اللي انت موجود فيها في تاثير، فتحت بقك بتاثر، ما تكلمتش بتاثر، طلعت على المنبر بتؤثر، ما طلعتش على المنبر وقاعد في المقعد انت بتاثر، قول لي انت فيك ايه. الخادم ده جاوب قال له ايه؟ قال له سر قوتي ضعفي، لأن حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. إذا كان في سر عندي قوتي هي ضعفي، فضعفي بتحل علي قوة المسيح، ولأن بتحل علي قوة المسيح يمكن اللي أنت بتقوله ده يبقى صحيح، يمكن حكون مطرح ما أنا موجود مؤثر، مؤثر. دي شخصية المسيح. إحنا المسيح هو بيقول اغفر لهم يا أبتاه، احنا دلوقتي بنحكي الحكايه ديت، اي كاتب اي سينمائي اي مخرج اي قاضي اي جاهل لما يسمع العباره دي يقول له ايه؟ يقول الضعف ولا يقول برافو عليه؟ برافو عليه، لان ده اقام موت، ولان ده قام من الموت، لان ده قوي وغفر، كويس؟ فلو حضرتك بتغفر لانك ضعيف يبقى الناس هتعمل ايه؟ هتعملك ملطشة. لكن بتغفر وانت قوي الناس هتعمل ايه؟ هتحترمك. والقوة مش العضلات، مش اتعلم جودو وتايكوندو وكونفو وترابات تاتو، واخد بالك؟ لكن القوة هي الشخصية، هي الثقة في النفس، هي التأثير الإيجابي، هي اني عدل، اني عندي مبادئ، اني عندي قيم، ان اللي تعبان بيجيلي، ان المجروح بيجيلي، ان اللي متلخبط بيجيلي، ان اللي ضايع بيجيلي، لاني عدل. انت فهمتني؟ لو حد غلط فيا في وسط المجموعه بتاعتي مره واثنين وثلاثه قلت له طيب ربنا يسامحك ربنا يسامحك، بس يعني انا يعني شكلي في وسط المجموعه لما كل شويه مثلا يقول لي كلمه انت غبي او اي كلمه،
يعني انا بتاثر بحاجه زي كده من كلمه سلبيه وفي نفس الوقت في وسط المجموعه بتاعتي انا احس ان شكلي وحش في وسط المجموعه. كويس قوي. احنا قلنا الغفران ده ان انا اقول للناس ربنا يسامحك. احنا قلنا كده. انا فعلا في وسط المجموعه واحد هزقني بقى قلت له ربنا يسامحك, هيقول ده من اللي هم صح كده. يعني ده تعبير عن الضعف مش تعبير عن الغفران. مظبوط. انا بغفر فين؟ في قلبي. اسمعني, انا وانا خلصت. المسيح لما وهو في المحاكمه لطموه لما قال كلمه سكت, قال لماذا تلطمني؟ انا جاوبت غلط. غريبه قوي, اشمعنى المره دي اتكلمت مع انهم طول الوقت بعد كده نازلين فيك ضرب لم تفتح فاك, ولما بيلاطس سالك لم تجاوبه, اشمعنى؟ لان بان كانه غلط, فهو قال انا ما غلطتش. كويس. هقول لك لو انا مطرح حضرتك, احنا وسط الشله وبنتكلم مع بعض وبعدين واحد قال لي يا غبي, فهبص له كده هقول له انا قلت حاجه غبيه, انا تصرفت تصرف غبي. حتى لو بهزار؟ ايه, حتى لو بهزار؟ حتى لو بهزار هقول له يعني زي ما بولس قال اشهد على الاشهد على الغباء بتاعي زي ما سئل ايش, قول لي كده انا عملت ايه, هيعمل ايه ساعتها؟ هيقول لي سوري ما كنتش اقصد. اقول له ثانك يو ميرسي. انا اعرف احترم نفسي وخلي الناس تحترمني من غير ما اكون قاسي ولا ارد الاساءه بالاساءه ويبقى في قلبي غفران. فان في قلبي غفران غفرت له, انا ببارك وبحسن اليه وده جوايا. اني انا بخلي الناس تحترمني ده موضوع تاني لاني قوي الناس بتحترمني. السؤال انا في شلتي من غير ما حد يسيء اليا, في شلتي الناس عارفيني ان انا ابن ربنا وعندي حلول وعايش صح ومستقيم ولا لا, ولا انا مهزوز؟ ده السؤال. لو انا مهزوز غير وانا ثابت صح, ما تزعلوش مني. انا يعني انا اتربيت في مدرسه شبرا الثانويه, يعني لا مدرسه في شبرا الثانويه, ده ثانوي اللي حضرته وكنت عايش في المنيا وجيت في مصر, فدي المدرسه اللي قبلتني لان دخلت ثانوي بعد الدراسه ما ابتدت. فتربيت في شبرا الثانويه, وما ادراك, عارف شبرا الثانويه حضرتك؟ يعني اسمعنا مش عارف قفلت ولا لسه فاتحه, فاهم؟ لا شبرا الثانويه بنات دي كانت مستوى عالي, كانت زي التوفيقيه, لكن شبرا الثانويه بنين كان في ذلك الوقت, مش عارف دلوقتي هي فين, يعني مش عارف هي فين. فانا تربيت عادي, رحت مدرسه الناس ما تعرفنيش, واغلبنا جايين من حتت مختلفه لانه في اولى ثانوي. انا عشت اللي انت بتتكلم عنه, فوجدت وسط مجتمع عايز يغش, انا ما بغشش ولا بغش. هيمشي في الشارع عكسه بنات, انا مش عايز عكس بنات, فيجوا عكس بنات اروح واقف ليه في ايه؟ قال لهم يعني لو هتعكسوا بنات اتفضلوا انا همشي وراك شويه. فكان شكلي لقمه في الزور, يعني 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 لا هتغش ولا هتغش ولا هتعكس, ما هتعمل ايه في حياتك؟ يعني هتعمل ايه بقى تاني لما احنا بقى مش هنعاكس ومش هنغش؟ امال ايه في ايه تاني فاضل في الحياه؟ ما يبقى الحياه خلصت على كده, فاهم؟ فانا فوجئت انهم, انا قلت ده هيلفظوني, مش هيحبوني, مش هيحترموني, هيزعلوا مني. انا فوجئت العكس تماما. انا فوجئت بعد شويه لما واحد بيشتم التاني قدامي بيعتذر لي. انا بصيت له كده يقول لي اسف. قلت له على ايه؟ انت ما شتمتنيش. يقول لي انا عارف انت ما بتحبش الالفاظ البذيئه. فاكتشفت ان اللي بيقوله الانجيل ده حقيقي, بس لو عشناه على بعضه مش خدنا حته وسيبنا حته, مش لو عكست معاهم البنات بس ايه ما غششتش, غشيت بس ما غششتش, لا يطمر رقبتي, بتاخد ما بتديش, لكن ما بغشش وما بغشش, ما بعكسش بنات ومش عارف ما بحلفش, ما بشتمش وما بعملش ايه, بس بحبهم وبلعب معاهم واخرج معاهم وبروح معاهم ومتفوق في دراستي ورياضي وبتاع ربنا. فانا انسان طبيعي. يعني حد جاء قال لي انا مش فاهمك, انت ازاي شاطر في الدراسه وبتاع ربنا ورياضي؟ قلت له هو في اي تناقض بين الثلاثه دول مع بعض؟ يعني لو بتاع ربنا ابقى مقفل ما ابقاش رياضي, لو انا رياضي ابقى خايب, لو انا شاطر ابقى مش رياضي, ليه ايه المشكله اني بلعب رياضه لان بحب الرياضه دي هوايتي وبقوم بدوري في المذاكره فبذاكر وبحب ربنا, ربنا يتحب عشان يتحب والرياضه تتحب عشان حلو والمذاكره ده دوري في الحياه, مانيش متفوق مانيش بجيب 100% لكن عندي مخ. فهمتني بقول ايه؟
احترام الإنسان لنفسه بأنه عايش مبادئه ومقنع فيها الآخرين لأنها أحسن من الباقيين بتخليك تقدر تغفر، ولما بتغفر بتغفر من منطلق القوة مش من الضعف. وده اللي شفناه في المسيح. تفضلي يا أسيس. أنت عايزني أبارك بني آدم جانا عليا من وأنا مثلا صغيرة لحد لما كبرت. أنا شايفة حاجة كمان صعبة قوي، يعني شايفة، أنا مش قصدي حاجة يعني، بس التفكير اللي جوايا هقوله لك. فترة المسيح اللي تهان فيها أو اتظلم فيها كانت فترة قصيرة خالص، كانت من ابتداء المحكمة بتاعته من بالليل مثلا للصبح أو something. لكن قبل كده ما قالولوش ببعلى زبول ولا أخواته، مش عارف أهله عملوا فيه إيه، ولا أرادوا أن يمسكوه في النص ويرموه من على الجبل. ثلاث سنين. إيه؟ ثلاث سنين. الثلاث سنين اللي هو طلعهم للدنيا قبل كده إحنا معلوماتنا ما نعرفش مدير. فالثلاث سنين اللي هو كبير فيهم، هو ابتدى يخدم من 30 ل 33. ففي الثلاث سنين دول مش الأسبوع الأخير، بس الإهانات والظلم والضرب واللطم ده كان يعني في ساعات، في ساعات. لكن في الثلاث سنين دول في أحداث كتيرة متفرقة، يصنع خيرا واللي يناله شرا. طب قول لي ازاي بقى انا اقدر اقعد ابارك في واحد تعبني، واقعد اباركه واقول يا رب باركه، يا رب توبه، يا رب. مش هقدر اعمل كده غير لو سامحته. لما سامحه اقدر اعمل كده، لكن تعملي كده وانت مش سامحاه مش ممكن. طب انت اسامح ازاي؟ هو يعني انا مستقبل، يعني مثلا حد ضايع مستقبلي. كويس قوي. هو ضيع مستقبلي وانا قررت ما سامحوش عشان اضيع الباقي من مستقبلي. لا، بحاول اشوف مستقبلي مع نفسي بقى، بس مش قادره اسامح. برافو عليك. ما مستقبلي مع نفسي مرتبط باني ايه؟ اسامح. لان وانا ما سامحتوش زي حبل كده جاي رابطني، فانا مش قادر اطلع لمستقبلي لان في خيط عامل ايه ماسكني. لما بغفر للي اساء الي ده بعمل ايه في الخيط ده؟ بقطعه، فبقدر انطلق اغير مستقبلي واعمل مستقبل حلو. كفايه اللي فات كان وحش. على فكره انا حاولت اغفر لحد وتظاهرت بده تقريبا ان انا غفرت، بس كل لما اتحط في موقف زي ده تاني احس ان انا مش قادره يعني ارجع تاني، يعني بغفر ومش بغفر. صح. اغفر وما اغفرش. كويس. لاني غفرت بقدراتي، قلت يلا مسامحك، ما خدتش من الرصيد الايه الإلهي، ما سحبتش من غفران ربنا ليا وديته. يعني أعمل إيه يعني؟ يعني أعمل كده؟ يعني ربنا غفر لك قد إيه؟ طب ما هو لولا ظلم كتير حصل، لولا أنا عملت حاجات كتيرة تغضب ربنا، لولا يعني وربنا غفر لك كل اللي أنت عملتيه، صح؟ ولو ما كانش الظلم ده حصل كنت هتغلطي؟ ممكن ما يبقاش بالكم اللي انا غلطت بيه. مش مهم. كويس. اقل شويه بس اقل الأقل كتير. ده ما في انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. يعني في ناس طلعوا في ميزان متساوي، طلعوا الاخطاء بتاعتهم قليله جدا انك ممكن تذكرها، في يعني بيكذبوا مثلا حاجه بسيطه اخر حاجه بيزنوا يعني يعني، لكن ماشي. مش بالكم ده. صح. الناس دول رصيد غفران ليهم ربنا كام؟ 100,000 ولا على الأقل 60,000,000,000؟ خطية واحدة توديني فين؟ طب ما أنا في وسط بقى مجتمع، يعني المجتمع ده عمره ما يرحمني لحد آخر العمر. أنا مش عايز مجتمع يرحمني، أنا عايز مين يرحمني؟ طب أنا هفضل مش مرحومة من المجتمع لحد لما أطلع للمسيح؟ أنا عايز مين يرحمني؟ الله رحمني. لما ربنا بيرحمني وانا برحم الناس اللي ما رحمونيش، اقول تاني، لما ربنا بيرحمني وانا ارحم الناس اللي ما رحمونيش، انا حنجو بنفسي من هذا العالم الشرير. لو انا ربنا رحمني ولم ارحم الذين لم يرحمونني، انا دخلت نفسي في الدايره بتاعه الايه الاساءه. طيب انا هفضل مش مرحومه طول حياتي واستنى بقى لما اترحم فوق؟ لا، انا ما بقولش كده. أنا بقول الرسمة ديت، أنا هرجع دي تاني. أنا بتعلم بعد كده إني أغفر إيه؟ بدري 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 لغاية لما أوصل
زي كده قرب المسيح، بغفر بعد الجرح مباشرة. فأنا ماشي بعد كده في الحياة وحر من الناس ومنطلق نحو مستقبلي المشرق مع ربنا، مظبوط؟ والفرح الأبدي هنا وهناك، صح؟ وإعادة صياغة المستقبل مش اللي مبني على الماضي الحزين والأسيف اللي أنا عشته، مظبوط كده؟ وأنا مكمل، الناس هتفضل إيه برضو؟ تسيء إلي، بس المرات بقى، المرة دي بقى بغفر بدري، فالإساءات ما بتعمل إيه؟ ما بتعديش، ما بتعديش، ما بتعديش، كلها بتبقى إيه؟ جروح سطحية، يومين ثلاثة وبتختفي، يومين ثلاثة وبتختفي، يومين ثلاثة وبتختفي. محدش فينا، محدش فينا من اللي ماضيه حلو أو وحش في حياته مش هيتجرح. يعني يعني أنا خادم وأسيس وعايش وسط المؤمنين وكنيسة والآخر، مظبوط؟ ما بتجرحش؟ ما بتجرحش من المؤمنين؟ بس ده لا يعيق حياتك الأساسية في شيء. كويس؟ هي نفس الفكره. لكن انا ما بتجرحش من المجتمع، ما بتهددش من المجتمع، ما بيحاولش المجتمع انه يغتصبني ويفقدني حريتي كانسان، بالعكس. لو انا ما غفرتش للاساءات اللي انا ماشي فيها هبقى مر النفس وهكره وهبقى عايز انتقم. الشخص اللي حاول يخطفني، انا حصلت لي محاوله اختطاف حقيقيه، يعني اتخطفت واتخذت في عربيه عشان مش عارف كانوا عايزين يعملوا فيا ايه، واكتشفت بعدها ان الشخص دوت خطف اتنين قبليه وعذبهم عذاب خيالي، منهم قسيس كاهن ارثوذكسي، بهدله ورماه في الشارع بين الحياة والموت، ولولا الناس لقيته كان مات. والتاني شخص خده 3 أيام بهدله ولولا ان الدنيا قامت وكده فأطلق سراحه واضطر يتعالج 6 شهور وغادر البلاد ولم يعود لأن ما قدرش يرجع مصر. وأنا كنت التالت، فهي كانت كل حاجة بتتصاعد، فأنا ما كنتش عارف أنا بقى هيحصل فيا إيه. أنا ما عارفش غير ده بعد ما نجيت. كويس؟ أنا ممكن أقرر أني أنا بقى أنتقم الشخص ده، كويس؟ فقالوا لي لازم تروح تعمل بلاغ في الاسم، فروحت عملت بلاغ في الاسم، عملت بلاغ في الاسم، فالبلاغ اتحول وبقت قضية ضد الشخص دوت. أنا رفضت القضية، مش عايز قضية، مش عايز أتحكم عليه، أنا استفاد أني أتحكم عليه، أنا ربنا نجاني، أنا هستفاد إيه إن الراجل ده يتحكم عليه؟ ما أنا مش عايز أعمل له حاجة، مش عايز أعمل له حاجة. يعني انت ما عندكش حتى مصدر قوه، مش قادر تدافع نفسك باي شيء. انا مش عايز، انا اللي انقذني ربنا، ما حدش، انا ما حدش انقذني، انا اللي انتشلني كده ربنا، واللي هيفضل ينتشلني مين؟ ربنا. انا لو حطيت بودي جارد، البودي جارد ده نفسه ممكن الناس تشتريه وهو اللي يخطفني. انا الوحيد اللي ممكن ينجيني مين؟ ربنا. اللي نجاني الذي ينجي، بولس بيقول وينجي وسينجي ايضا، ربنا. انا انتقم من الشخص ده ليه؟ أنا هستفاد إيه؟ أنا هستريح لما أسامحه. أنا مش هستريح، مش هنتقم. حضرتك بتقول من شوية أنت في موضع قوة، فأنت اللي تقدر تغفر. قوة مع نفسي. لكن افرض أنا بقى مش في موضع قوة، ما يعني مديري مثلا بهدلني في الشغل واداني أكتر من الشغل بتاعي أعمله وفرق في المعاملة بيني وبين زمايلي وأنا مقهورة في الشغل، أنا كده مش في موضع قوة فكرهته. كويس. مين اللي مضرور بالكراهيه، هو ولا انت؟ طب اعمل احبه بعد ده كله؟ انا اسامحه. على الاقل اسامحه عشان اعرف اكمل في الشغل، او اسامحه واعمل ايه؟ واسيب الشغل. لكن احتفظ بالكراهيه في قلبي. الكراهيه دي عباره عن ايه جوايا؟ اسامحه ازاي يا سيس وانا مقهوره كل يوم في الشغل؟ اقول تاني اسامحه ازاي كما غفر ليا المسيح، وكل يوم اتقهر بقى في شغلي، وكل يوم كما غفر ليا المسيح. الشغل ده بيبهدلني كل يوم، اعمل ايه في الشغل دوت؟ اسيبه. طب افرض ما عنديش غيره، واجري على مين؟ واجري على الله. شكرا. هي دي القضيه، ان اللي مسؤول عني مين؟ ابويا. مين ابويا؟ مين؟ ربنا. مين يعولني؟ ربنا. عشان كده انا مش خايف من ظروف الحياه، انا مش خايف من ظروف الحياه. يعني يا أسيس لو أنا ما عنديش
حد انكم من اي مكان وما عنديش غير الشغل ده اللي بيجيب لي الانكم في الفلوس. اقعد اقول له يا رب انت بعت لي الفلوس زي ما بتبعت بالغراب، اقول ده نعم وهيعمل ده وهيعمل ده. لو الشغل ده ضار فعلا بي اسيبه، لكن لو الشغل ده مش ضار ليا واقدر بالغفران ايه ضار بي نفسيا اسيبه اسيبه اسيبه. ده الامان، دي القوه، ده ظهري مفرود، عندي ظهر بتسند عليه ربنا، ربنا مش شغلي. فلو ده بيضرني 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 زي ما بنقول انا بغفر لكن مش بروح عشان اتضرب، مش كده؟ مش هصاحب الراجل اللي اعتدى عليا جنسيا، مش هصاحبه لانه هيعمل كده تاني وهيفتكر اني رحت له عشان بقول له كمل، مظبوط؟ فلو انا في شغلي دوت المدير بيستغلني 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 وبيسيء الي بيسيء الي، قال ايه عشان ايه؟ يفتح الله عم شكرين، افتح الله متشكرين، عندي ابويا يصرف عليا ويلاقي لي شغلانه احسن ويديني كرامه. ده الايمان، ده الايمان الحقيقي في الحياه، اني مش خايف فمش مقهور، وده اللي كنت بقوله، مش بتصرف من منطلق الضعف، انا بتصرف من منطلق الثقه واليقين. فالناس هي اللي بتخاف مني. لا انا بخاف لربنا يسمح، يعني قعدت من شغلي وقعدت كده مش لاقي حاجه، وبعدين جه صاحب البيت اللي انا قاعده فيه قال لي مع السلامه انت ما دفعتليش ايجار الشهر ده، باي باي، قعدت في الشارع. يعني اوقات اخاف من تجربه صعبه عليا، ربنا يسمح بحاجه معينه. سمعت عن حوادث كتيره قوي، المؤمنين كتير جدا حوادث جامده قوي يعني، وربنا سمح بيها، والواحد بيبقى عند السؤال ده بيبقى مش عارف ليه ربنا سمح بده. دي المحاضرة الجاية اللي جاية على طول. طيب انت فهمتيني انا عايز اقول ايه؟ انت فهمتيني انا عايز اقول ايه؟ احنا دي الحاجات اللي ابليس بيضحك بيها علينا عشان ما نغفرش. بيقول انا ضعيف ما اغفرش. طب انا خسران انا، طب ما اغفر عشان ابقى قوي، ولما ابقى قوي اغفر. غفراني بيخليني قوي وقوتي بتخليني اغفر، وغفراني بيخليني قوي وقوتي بتخليني اغفر، فبعيش قوي مشفي من الظروف. ابويا يعلني هيعلني، هطرد من الـ من الـ من الشقه ديت يبقى في شقه احسن، هطرد من الشغلانه ديت يبقى في شغلانه احسن، هطرد من بيت ابويا وابقى عبد، وهطرد من العبوديه وابقى سجين يوسف، يبقى في ايه؟ وظيفه ايه احسن؟ رئيس الوزراء. هل بيبقى في اعلان رئيس بس يعني ما فيش يعني سهل قوي وقعد في بيت ابوه كان هيبقى الطفل المدلل، وهو هنا عبد اخره عبد، هنا هو سجين اخره سجين، فاهم؟ بس بطرد 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 عشان في الاخر اتحط في المكان اللي ربنا عامله ليا. بيبقى في اعلان بقى من ربنا ليا ان اطمني في حاجه تانية. اكيد ربنا بيطمني طول ما انا ماشي معاه. يوسف من بدايه قصته ربنا قال له انا عندي خطه عظيمه لحياتك، طول ما انا عايش مع ربنا ربنا بيكلمني وبيقول لي انا عندي خطه لحياتك ما تخافش. يعني ما سيبش الحياه دي الا لما ربنا يطمني في الاول، يعني ما سيبش الذل اللي انا ممكن ابقى فيه في شغلي من المدير بتاعي. لا اسيب الذل، والذل ده بيأثر على نفسيتي وحياتي مع ربنا، حياتي مع ربنا ونفسيتي اغلى من اي حاجه تانية في الدنيا، ربنا وانا اهم من الشغل. بس لسه ما سمعتش صوت ربنا انه قال لي سيبي. يبقى استنى بس اغفر. دي معادله صعبه قوي يا اسيس. لا 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 مش معادله صعبه، الغفران لمصلحتي لخيري. انا هغفر النهارده وبكره وبعده، بس ده مستمر، انا بشتغل في حته كل ما ده ما نعمه الغفران بتزيد جوايا، لاني بتعلم اغفر وبغفر بدري بدري. لا يعني انا حاسه انه انا مقتنعه بالكلام 100% انه كل حاجه القانون الادبي مش هيتغير، وكون ربنا واحد والطريق مستقيم، واحنا محتاجين نفهم للاخر. بس حاسه انه في يعني في رحله الشفاء دي حاجه بتقول لو ما لو عدتك سلمه مش هتلحقها، لو ما تقفلش جرحك دلوقتي مش هتلحق، لان مش هينفع نسيب بطنك مفتوحه. انا حاسه انه يعني ايه يعني احنا مش بس في مدرسه المسيح، هنا هنفتح وهنا هنقفل وهنمشي كل حاجه تمام، بس هو الموضوع صعب ومعقد واحنا معانا المسيح بره،
يعني انا حاسه انه يعني كنت خايفه بعد الحلقه دي تقول غمضوا عينيكم وهاتوهم كلهم واغفروا لهم كلهم. ممكن ما نقدرش, ممكن نتسرع. يعني قصدي اقول انه مش كلنا واقفين عند نفس السلمه, مش كلنا نقدر على كله. يعني يمكن انا اقدر النهارده يا دوبك اقبل انه ربنا بيحبني, ولو قدرت ممكن اقعد فيها حوالي 10 ايام بيني وبين ربنا, لكن عبال ما اقدر اشوف بقى ان هو هيجيبهم لي واحد واحد, يعني دي شغلته بقى. يعني فهمني, انا مش عندي اعتراض, انا بس بسال على حضرتك. عمال تقول يعني انت حضرتك بتقولها وكلام الكتاب صح, بس بتقولها من وجهه نظر حضرتك, ان حضرتك ماشي سكه شفا وبعدين شايف انه ده قانون الله وده سهل جدا, انتوا مش عارفين تعملوه ليه. يعني هو الخزان وافتحوا الحنفيه وهتسري. لا, هو مش سهل جدا, هو صعب جدا بينا, صعب جدا. واحنا ما بين انه انا هعملها, لا المسيح هيعملها معايا, ففجاه بلاقي نفسي وحدي, بلاقي نفسي مش بعملها, وفجأة لا ده المسيح معايا فبعرف أعملها. فأنا مش عارفة هي يعني هي سهلة زي ما حضرتك بتقول, ولا هو إحنا مش عارفين نعملها, ولا هي ممكن تبقى سهلة في يوم وصعبة في يوم, ولا سهلة في موقف. يعني كلنا مش زي بعض يا أسيس سامع. فلما حضرتك بتقول هي سهلة مالكوا كده, فبحس بالغباء. إحنا فعلا أغبياء. وبعد كده مش أغبياء بدليل إنكم فهمتوا. أجاوب على الحتة دي عشان خاطر الحلقة بتاعتنا. أنا موافقك تماما, وإزيس لما قالت اللي حصل معايا في السيمينار خطوه وتالتها خطوات, فمش شرط هنا يحصل معايا كله. لكن المهم اللي اقدر اعمله دلوقتي اعمل ايه؟ اعمله. لو اقدر اعمله ما عملتوش, لما اخرج مش هعمل حاجه خالص, لان افضل جو مناسب هو دلوقتي وانا سامع وانا ايه؟ وانا مقتنع. بعد شويه هخرج الكلاكسات والزمامير والبولوشن والسحابه السوداء والسحابه الخضراء, فهماني؟ اكيد اللي اقدر اعمله دلوقتي بقى. فلما بتحرك لقدام اقدر لما اخرج افضل اكمل اتحرك لقدام, لاني لما اتحركت حصل حاجه فصدقت ده حقيقي. لكن لو ما اتحركتش دلوقتي في اللي اقدر اتحكر فيه, اقول لك استنى هستنى لما اروح, فرصتي وانا مروح اضعف بكتير, مش كده؟ فرصتي وانا بعد ما اقفل التلفزيون وانزل الشغل والعيال ييجوا والطبيخ والدنيا, فرصتي أقل قوي. أكيد فرصتي دلوقتي لما غمض عينيا أقدر أجيب واحد من الناس دول وسامحهم, وأنا مقتنع دلوقتي متحمس وعارف وشايف الرصيد. طب أعمل كده, مش أقدر أجيبهم كلهم بس أقدر أجيب واحد. لما أجيب واحد وأحس بالراحة هبقى عارف بعد كده عرفت أعملها إزاي, صح؟ لأني عملتها وحصل, فهقدر بعد كده أعملها. ويمكن هنا ما افتكرهمش كلهم, فلما روح افتكر ناس تانية, بس أنا عرفت أنا عملتها إزاي, فحاضر إيه هكمل. هنقول في الآخر إن الشفاء ده رحلة طويلة, مع بعض الناس بتحصل معجزة, زي مثلا نانسي معجزة الحرية من الإدمان كده مش دايما مع الناس. في ناس بتحتاج تروح ريكفري, في ناس بتحتاج تروح تاخد ريهابيليتيشن, وفي ناس بيحصل كده. في الشفاء ممكن نفس الحكاية, بس في الخطوة اللي أعرف أعملها لازم إيه؟ لازم أعملها, وإلا مش هعملها بعد كده. أجرب, لما أجرب هعرف أنا عايز ولا مش قادر. لما أبقى مش عايز أجرب لهعرف, مش هقفش نفسي أنا عايز ولا مش قادر. خدت بالكم اللي بقوله دوت؟ يعني انا مش عايز اخد الخطوه, مش عارف لاني مش عايز ولا مش قادر, اقول اجرب. لو جيت جربت يبقى اكيد انا عايز, لو ما نفعتش ابقى مش قادر. لكن اقول مش هجرب يبقى انا اكيد ايه؟ انا مش عايز. هطلب معونه, والمعونه الالهيه هتساعدني. ودي الفكره دايما, ان دايما في معونه للي مش قادر. ربنا مشكلته مش اني مش قادر, ربنا مشكلته اني مش عايز. وحنتكلم عن الحته ديت في الاواخر, ونحط نقط على الحروف. اشكرك عزيزي المشاهد, اشكركم حبايبي عشان المناقشه ديت, وعشان الواقعيه اللي احنا بنتكلم فيها في ظروف الحياه. احنا مش عايزين اللي بنقوله ده يبقى مجرد كلام مقنع, احنا عايزينه كلام مقنع وواقعي, وده اللي اتفقنا عليه في رحلتنا بالذات في موضوع شفاء النفس. نلتقي عزيزي المشاهد غدا مع حلقه جديده من شفاء النفس في مدرسة المسيح. إلى أن نلتقي, ربنا يحفظك. هتلاقي تليفونات وعناوين تقدر تتصل بيها لناس يساعدوك, مشيرين متخصصين ياخدوك
في نعمة المسيح إلى رحلة الشفاء العجيب. إلى أن نلتقي ربنا يحفظك. آمين. مجد المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها بي دي اف، تقدر تلاقيها باوربوينت، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها، وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.